انطلقت فعاليات الدورة الثانية لابناء القاهرة الدولي لفنون الطفل، وذلك برعاية السيدة انتصار السيسي. وتقام الدورة بمشاركة 25 دولة، حيث تجمع فنون ومهارات الأطفال الإبداعية على شكل لوحات ومقاطع مصورة. تحت شعار صورة من بلدي وبمشاركة 25 دولة وبرعاية السيدة انتصار السيسي، انطلقت فعاليات الدورة الثانية لبينالي القاهرة الدولي لفنون الطفل الذي يجمع فنون ومهارات الأطفال الإبداعية على شكل لوحات ومقاطع مصورة. احنا سعداء جدا بافتتاح الدورة الثانية لبينالي الطفل. الحقيقة كان مهم جدا جدا ان يعني يقام هذا البنالي تاني، لان زي ما احنا شايفين احنا الدورة التانية وعندنا حوالي 688 عمل مشارك في البنالي من 25 دولة، شيء كبير جدا. كل سنة عدد الدول بتكتر، مشاركات حتى المصرية كبيرة ما شاء الله، عندنا 350 تقريبا مشاركة مصرية من اطفال مصر من جميع المحافظات، شيء عظيم جدا. جوائز زي ما سيادة الوزيرة قالت كده متقسمة مراحل سنية، عندها مرحلة سنية من 4 سنين لخمس سنين، ومن 6 سنين لتسع سنين، ومن 10 سنين لـ14 سنة لـ13 سنة، ومن 14 سنة لـ18 سنة. وكل مرحلة سنية لها 3 جوائز غير شهادات التقدير، غير وكمان عندنا جزء مهم جدا اللي هو ذوي الهمم. يشارك في المعرض ما يقرب من 700 طفل تحت 18 عاما ومن 25 دولة، مقسمين إلى 5 فئات، ومن ضمنهم ذوي القدرات الخاصة الذين تركوا انطباعا مميزا لدى الحضور. ويستمر المعرض لمدة شهر كامل. شاركت بلوحتي هي عن الستيل لايف، وهي بتتكلم عن الحياة القديمة، وإن هي مجرد عناصر، هي ممكن تعمل حياة، هي مجرد عناصر ممكن ما تكونش كلها ليها علاقة ببعض، لكن هي بتعمل حياة. هو المشروع الأول كان مصر ما بين الماضي والحاضر، فكان ليها لوحتين. في اللوحة الأولانية هي موجودة هنا، وعبرت عن الحاضر، عن حدث الموكب العظيم اللي هو حصل تقريبا في شهر 3، فحبيت أعبر عنه إن هو الحدث الأبرز. اللوحة دمجت فيها كل العصور اللي كانت على مصر، يعني مثلا عصر البطلمي، العصر القبطي، العصر الإسلامي، والعصر اللي هو دلوقتي ده، يعني أخدت شوية منهم ورسمته في اللوحة. نفسي أكبر عشاني وعشان مصر وحاجات دي، وعشان أمي برضو، وعشان أعمل كل حاجة. سيحصل الفائزون في المعرض على شهادات وجوائز تقديرية بعد تقييمات متنوعة بناء على معايير فنية خاصة بالفنون التشكيلية. ويأتي المعرض وسط إجراءات احترازية بعد أن توقف عام 2021 بسبب تداعيات فيروس كورونا. كريم بيبرس، التلفزيون المصري.